لكل طابع وعملة نقدية هدف وقصة، حيث يكتب التاريخ بهما، فهو تكريم للشخصيات وتخليد للذكريات والمناسبات وحفظ للذاكرة والهوية الوطنية بأمكنته ورموزه وقادته. عقل بلتاجي افتتاح معرض عمان الدولي الأول للعملات والطوابع في مركز الحسين الثقافي الذي نظمته جمعية هواة الطوابع والعملات الأردنية احتفالاً بمناسبة مئوية الثورة العربية الكبرى، ليكون حدثاً سنوياً عربياً وعالمياً. اكتسبنا بعض الخبرات من خلال زياراتنا وحضورنا للمعارض الدولية المشابهة، وكانت أمنياتنا دائماً أن ننقل هذه التجربة إلى بلدنا، مع العلم بأن أول معرض عالمي متخصص في الطوابع أقيم في بروكسل عام 1852. وأبرز ما تميز به هذا المعرض هو توثيق زيارة بابوات الفاتيكان للأردن منذ أكثر من 50 عاماً، وللمواقع الدينية والأثرية المسيحية في الأردن، وخاصة موقع المغطس الذي وضع على لائحة التراث العالمي. وثقت الحكومة الأردنية زيارات البابوات للكنيسة الكاثوليكية الأربع، بولس السادس بال64، القديس فيما بعد يوحنا بولس الثاني في عام 2000، بنديكت السادس عشر في 2009، وفرانسيس الأول في 2015. هذه الزيارات موثقة الآن بطوابع رسمية للدولة الأردنية، لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذه دلالة واضحة على أن الطوابع هي جزء من تاريخ وجزء من توثيق مراحل العلاقات الأردنية العالمية، كيف لا، والأردن هو مهد الديانات وبزوغ فجر الإيمان وانطلاقة الكنيسة من وادي خرار من هنا من المعمودية. حقيقة شيء نهنئ أنفسنا ونفتخر بأننا وثقنا ذلك، و وثقنا أيضا بميدالية متخصصة زيارة يوحنا بولس الثاني في عام 2000 مع جلالة الملك عبد الله على نفس العملة الرمزية، وهذه غير مسبوقة في أي مكان بالعالم، أنه البابا بابا الكنيسة الكاثوليكية وحفيد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكونا معا على عملة واحدة وإصدار تذكاري واحد. هذا هو الأردن. الجمعية الأردنية لهواة جمع العملات والطوابع قامت بهذا النشاط مشكورة، وهذا هو النشاط الأول، وهو علامة مميزة وعلامة فارقة في تاريخ العملات والطوابع. الحقيقة استغلوا أو يعني حاولوا الاستفادة أو تكريماً للذكرى المئوية للثورة العربية الكبرى أن يقوموا بهذه الفعالية وهذا النشاط على أن يكون نشاطاً متكرراً كل سنة، وهو مدعوم من أمانة عمان الكبرى ومن معالي الأمين تحديداً. وتأكيداً لنشر روح المحبة والتسامح والتعايش بين الناس ومد جسور المعرفة وتبادل الخبرات، تمت دعوة ومشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية لنقل تجربة الأردن في هذا المجال، علماً أن أول معرضاً عالمياً متخصص في الطوابع أقيم في بروكسل عام 1852. من أهم الطوابع بالأردن والزيارات اللي كانت مهمة بالأردن بمرور 50 عام على زيارات البابوية اللي قاموا فيها بالأردن، قام البابا فرانسيس بزيارة الأردن، وأنا من قمت بتصميم الطابع التذكاري لقداسته، وكانت هذه من أهم المجموعات اللي حاليا، وأيضا في مجموعة صدرت اليوم بافتتاح معرض عمان الدولي الأول للعملات والطوابع، والآن موجود في هذا المعرض.
لا نقدر ننشر ثقافة الهواية، هذه الثقافة اللي فيها التسامح والمحبة، فيها ثقافة المعرفة، الثقافة اللي بتعيد الإنسان كمان لجذوره وتاريخه، وبيقدر كمان يستشرف منها مستقبله من خلال قراءة ماضيه، من خلال الطوابع والعمولات وما ترمز هذه الهواية من حيث المبدأ. حددنا هذا الوقت لأنه احتفالات المملكة بالنهضة العربية الكبرى بلشت من شهر 6 ورح تكفي أعتقد لنهاية هذا العام، ونحن اخترنا هذا الوقت لأنه مناسب جدا للدول العربية والأجنبية أنه تشارك بهذا المعرض، وخاصة المغتربين من الأردنيين والضيوف للأردن بيجوا بهذا الوقت عشان الأردن بلد سياحي، بلد آمن، والكل بيجي لهون عشان يحس بالأمن والأمان. أول مرة أنا شوف شيء هجب زي هكا، وأنا مبسوطة كتيرة مع التجربة اللي عندنا. نشكر الأردن وكل اللي رتبوه هاي الفعالية الحلوة كتير وكتير ممتعة، يعني تعلمنا كتير عن ثقافة الأردن وتاريخ الأردن من حيث يعني الانتباه على تاريخها من حيث النقود وكل هيك. وفي ختام الحفل جال أمين عمان والحضور في أروقة المعرض الذي شمل العديد من العملات والطوابع الفريدة والنادرة، والتي واكبت أحداثا وشخصيات لعبت دورا هاما في تاريخ البشرية أجمع.